شبهة أخرى يطرحونها، يقولون إن الله عز وجل قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: والرجم لا يتنصف، فلو كان الرجم حقا كيف يكون عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ ومن الأسف أيها المسلمون أن ناسا يظن بهم العقل يتداولون هذا الكلام الذي لا يفوه به إلا جاهل، إنسان جاهل بالقرآن، جاهل بلغة القرآن. وإلا فإن ربنا جل جلاله ذم ناسا فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الإنسان إذا أراد أن يفهم آية فإنه لا بد أن يأخذ السياق كله، وإلا لو أن إنسانا وقف فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ثم جلس، أو قال: فويل للمصلين ثم جلس، لما عد عاقلا، بل لعد متلاعبا بكلام الله. الآيات أيها المسلمون عباد الله في ذكر أحكام النكاح، بيّن ربنا جل جلاله المحرمات من النساء سبع، ثم بيّن سبحانه المحرمات من الرضاع، قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبين المحرمات بالمصاهرة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال الله عز وجل: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال: وحلائل أبنائكم. فهؤلاء الأربعة عليك حرام: زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة من غيرك، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. وبين نوعا من المحرمات حرمة مؤقتة فقال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم بعد ذلك قال: والمحصنات من النساء. كلمة الإحصان يا أهل الإسلام في كتاب ربنا جل جلاله تطلق على عدة معان، من معانيها الزواج. المحصن والمحصنة أي المتزوج والمتزوجة، قال الله عز وجل: والمحصنات من النساء أي المتزوجات، حرام عليك نكاحهن، حرام عليك خطبتهن، امرأة متزوجة لا يجوز لك التزوج بها. والمحصنات من النساء أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، لو أنه حصل جهاد ووقعت بعض النساء في السبي من الكافرات وهن متزوجات، تستبرأ إحداهن بحيضة ثم تصير حلالا. هذا هو معنى الإحصان الأول. المعنى الثاني: الإحصان في القرآن يطلق على العفاف، قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات أي العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. النوع الثالث: يطلق الإحصان على الحرية، على الحرية، وهذا هو المقصود في هذه الآية. فإذا أحصنا أي تزوجنا هؤلاء الإماء، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار من العذاب. والبكر إذا زنت عليها 100 جلدة. هذه الأمة متزوجة أو غير متزوجة إذا زنت فعليها النصف 50 جلدة. هذا الكلام أطبق عليه علماء المسلمين. هذه الآية
ما نزلت اليوم ولا أمس، بل نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. فهمها الصحابة، فهمها التابعون، دونها المفسرون في كتبهم، بيّنوا معاني الإحصان، تكلم الفقهاء عن هذه المعاني، فصلوها تفصيلا. ما ننتظر أن يأتي في زماننا هذا من يلبس علينا.